آیت الله قزوینی و دکتر ابو شوارب و داستان آن شب استثنایی مناظره در شبکه عربی المستقله. در شبکه المستقله من سه شب بحث کردم. شب سومم آقای دکتر ابو شوارب که از دانشگاه اسکندریه مصر آمده بود گفت در این سه شب فلانی موفق بود، هم مؤدب حرف زد، نسبت به اهل سنت اهانت نکرد، هم تخصص در علم رجال داشت، هم حضور ذهن داشت. شب سومم آقای دکتر ابو شوارب که از دانشگاه اسکندریه مصر آمده بود گفت در این سه شب فلانی موفق بود، هم مؤدب حرف زد، نسبت به اهل سنت اهانت نکرد، هم تخصص در علم رجال داشت، هم حضور ذهن داشت. صحنه اول، تخصص آیت الله قزوینی از دیدگاه دکتر ابو شوارب. اننا قلنا مرارا وتكرارا يا آية الله القزويني حفظك الله ورعاك، قلنا مرارا وتكرارا ان كتاب الطبري ليس كتاب صحيح، ان الرجل يروي كل ما وقع له دون ان يشترط الصحة في ذلك، وانت استاذنا في علم الرجال ولك باعك ولك منزلتك وتعرف جيدا ان هناك فارقا كبيرا بين الرواية والدراية، بين رواية الخبر وبين نقد الخبر وتحقيقه. إن الطبرية كان عالم رواية وليس عالم دراية، وهذه مسألة يعني أبجدية، أرجو ألا يعني نخدع السادة المشاهدين ونقول تاريخ الطبري ليس تاريخ الطبري صحيحا، يعني هو كتاب في التاريخ، هل كل ما ورد في الطبري صحيح؟ وأنت بصراحة يا آية الله القزويني كما يبدو لنا، وأنا أريد أن أكلمك بصراحة وبوضوح، أنت تلوب حول الماء ولا ترده، يعني تدور حول القضية، تلف وتدور كعادة إخواننا الشيعة الذين نناقشهم في هذه القضية منذ سنوات طويلة ونستمع إلى آرائهم ولا يقولون صراحة شيئا واحدا حقيقيا أو شيئا واحدا مباشرا أو محددا، دائما يرغون ويخرجون من هنا إلى هناك ويدورون حول القضية ولا يقدمون دليلا. أنت تتحدث عن الرجال، أنت تتحدث عن الرجال وتقول لي هذا ثقة عند أهل المذهب وكلهم روافض، اسمح لي يعني، وتقول لي هذا وتقول لي هذا حسن عند أصحابنا، يا أخي كلهم من الروافض، كلهم روافض. در شبكي المستقلة من سه شب بحث کردم، شب سومم آقای دکتر ابو شوارب که از دانشگاه اسکندریه مصر آمده بود گفت در این سه شب فلانی موفق بود، هم مؤدب حرف زد، نسبت به اهل سنت اهانت نکرد، هم تخصص در علم رجال داشت، هم حضور ذهن داشت. شب سومم آقای دکتر ابو شوارب که از دانشگاه اسکندریه مصر آمده بود گفت در این سه شب فلانی موفق بود، هم مؤدب حرف زد، نسبت به اهل سنت اهانت نکرد، هم تخصص در علم رجال داشت، هم حضور ذهن داشت. و اما ادب آیت الله قزوینی از دیدگاه دکتر ابو شوارب. سوف نركز الان في دقائق قليله على الدكتور القزويني، وهو يعني يبدو انه يحاول ان يكون حسن المعشر ويحاول ان يبدي تحفظا على سب الصحابه، رغم انه يتهم الصحابه وهو ابشع من السب، يتهم ابو بكر وعمر بانهما قاتلان مجرمان معتديان، ليس على امرأة عادية وإنما على حرمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على ابن الرسول، على بنت رسول الله، وهي من حريم الرسول عليه الصلاة والسلام، هي من حريمه. أنت الآن تحدث العامة يا سيد قزويني، أنت تكلم المخالفين من أمثالنا، ولذلك تقول المراجع يبرئون، المراجع يرفضون، كل هذا الكلام قسه على قصة جعفر الصادق التي حكيتها لنا لتعرف أنكم في مجالسكم الخاصة تقولون ما هو أبشع وما هو ألعن. و اما منهج آیت الله قزوینی در بحث از دیدگاه دکتر ابو شوارب.
كامل الاحترام والتقدير له حفظ الله أنه يتبع منهج التدليس، لن أقول أنه يدلس لكنه يتبع منهج المدلسين، وذلك ثبت بوضوح في نقله عن الشهرستاني، وأيضا يراوغنا اليوم يقبل نصف رواية ويرفض نصفها. قال اليوم إن أهل السنة أثبتوا وقوع الهجوم وكسر الضلع وأسقاط الجنين، هذا تدليس كبير. لا لا لا، لم تثبت هذه الجريمة عند أهل السنة كما مر بنا في الحلقات السابقة. واعترف أيضا قال إن الكتاب الموجود في مركز الأبحاث العقائدية، هو كل النقطة مش هذه اللي أنت ذكرت الآن، اسمح لي بس كان يفهم من كلامك، هو الأمر اليوم ليس أنه قال أن أهل السنة قالوا، الأمر هو أنه قال أثبتوا، لا أنه بعد ذلك نفى، هو نفى ذلك. نعم نعم، هو نعم هو نفى ذلك بعد ذلك في الحديث، صحيح. وعاد وأقر أنها غير صحيح. يعني هناك تدليس غريب جدا، يبدأ في أول الكلام يقول أثبت أهل السنة، ثم يعود في النهاية يقول لم يثبت أهل السنة. مسألة واضح أنه لا توجد عقيدة صحيحة، وهذا هو سبب الاضطراب وسبب البلبلة. كل هذه المعطيات تؤكد أن المذهب الذي يعتقده القزويني هو مذهب عموم أهل الشيعة، وهو مذهب متناقض وروايات متدافعة، وهو مذهب ساقط. يعني لكي أختم الحديث في هذه النقطة، من أمارات تدليس القزويني أو من أمارات اتباعه منهج التدليس، وهو فعلا يتبع منهج التدليس باحتراف واقتدار كغيره من علماء هذا المذهب الذين يراوغون مراوغات اسمح لي يعني لا تليق بالعلماء أبدا، شبكه المستقلة من سشب بحث کردم حدیث سومم آقای دکتر ابو شواره که از دانشگاه اسکندریه مصر آمده بود، گفت در این سشب فلانی موفق بود، هم مؤدب حرف زد، نسبت به اهل سنت اهانت نکرد، هم تخصص در علم رجال داشت، هم حضور ذهن داشت. شب سومم آقای دکتر ابو شواره که از دانشگاه اسکندریه مصر آمده بود، گفت در این سشب فلانی موفق بود، هم مؤدب حرف زد، نسبت به اهل سنت اهانت نکرد، هم تخصص در علم رجال داشت، هم حضور ذهن داشت. لا لا، اسمح لي، بعد هذه أنت تدلس مرة ثانية. بعد هذه الفقرة ينقل الخميني رواية مكذوبة عن الإمام جعفر الصادق يتهم فيها أبناء العامة بأنهم أولاد زنا، وأنا استحييت أن أقرأ هذه الرواية، رواية مكذوبة. بعد السطر التالي مباشرة، أنت تدلس للمرة الألف، السطر التالي مباشرة من بعد الكلام الموجود في المقاسم المحرمة الذي قرأته أنا، ينقل الخميني رواية عن الصادق حاشاه أن يكون قد قالها، يتهم فيها أبناء السنة بأنهم أبناء زنا، ويعلق الخميني عليها قائلا، ويظهر من الرواية جواز هتك أبناء العامة. هذا هو الموجود في الكتاب، لا تدلس على الناس ولا تخدع الناس يا سيد قزويني لو سمحت. أنا لا أريد أن نخدع الناس، ولا أريد أن نحولها إلى لعبة سياسية ليرضى عنا السيد فلان أو القائد فلان. نحن نقدم حقيقة، نحن نقدم تاريخا، نحن نقدم كتبا موجودة بين الناس. كيف يصدقك تلاميذك وهم يقرؤون كتاب المكاسب المحرمة وأنت تحاول أن تدافع عنه؟ ارفعوا هذه التقية عنكم وقولوا آراءكم بصراحة، واكشفوا للناس أنكم تهدمون دين الإسلام، أنكم ضد الإسلام. توصیه نهایی دکتر ابو شوارب به جناب آیت الله قزوینی. ولذلك اختم قولي واوجه هذه الآية الكريمة لآية الله القزويني، واقول له بوضوح وبصراحة، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله
أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك أختم قولي وأوجه هذه الآية الكريمة لآية الله القزويني وأقول له بوضوح وبصراحة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. این واقعا جا داره که یک نفر بیاد تو این عصر تشعشع اطلاعات و رسانه و دروغ اینجوری میگه، این طور دروغ، این طور تزویر، اوف بر این شرف، اوف بر این وجدان، لعنت بر این وجدان. این واقعا جا داره که یک نفر بیاد تو این عصر تشعشع اطلاعات و رسانه و دروغ اینجوری میگه، این طور دروغ، این طور تزویر، اوف بر این شرف، اوف بر این وجدان، لعنت بر این وجدان. من به نظرم شما باید به بیمارستان‌های روانی مراجعه کنید، اول یه مدتی بستری بشید، اونجا مداوا کنید خودتون رو عزیز من، بعد بیایید شبکه باز کنید. عزیز من، این صحیح نیست، این درست نیست، و ما دلمون برای آخرت شما میسوزه، خودتون رو به آتش جهنم نسوزانی. من به نظرم شما باید به بیمارستان‌های روانی مراجعه کنید، اول یه مدتی بستری بشید، اونجا مداوا کنید خودتون رو عزیز من، بعد بیایید شبکه باز کنید. عزیز من، این صحیح نیست، این درست نیست، و ما دلمون برای آخرت شما میسوزه، خودتون رو به آتش جهنم نسوزانی. خب من نمیدونم، به قول باید بگیم الحمدلله علی سلامت العقل، بر سلامت عقل باید خدا را شاکر باشیم. خب من نمیدونم، به قول باید بگیم الحمدلله علی سلامت العقل، بر سلامت عقل باید خدا را شاکر باشیم. فلانی موفق بود، کیف یصدقک تلامیذک، فلانی موفق بود، کیف یصدقک تلامیذک، هم مؤدب حرف زد، یبدو انه یحاول ان یکون حسد المعشر، هم مؤدب حرف زد، یبدو انه یحاول ان یکون حسد المعشر، نسبت به اهل سنت اهانت نکرد، انه یتهم الصحابه و هو افشع من السب، نسبت به اهل سنت اهانت نکرد، انه یتهم الصحابه و هو افشع من السب، هم تخصص در علم رجال داشت، هم حضور ذهن داشت. هذا تدلیس کبیر، هم تخصص در علم رجال داشت، هم حضور ذهن داشت، انه یتبع منهج التدلیس، هم تخصص در علم رجال داشت، هم حضور ذهن داشت، يقبل نصف روايه ويرفض نصفها، هم تخصص در علم الرجال داشت، هم حضور ذهن داشت، من امارات تدليس القزويني او من امارات اتباعه منهج التدليس، هم تخصص در علم الرجال داشت، هم حضور ذهن داشت، انت تدلس للمره الالف، هم تخصص در علم الرجال داشت، هم حضور ذهن داشت، هذا هو الموجود في الكتاب، لا تدلس على الناس ولا تخدع الناس يا سيد قزويني لو سمحت، هم تخصص در علم الرجال داشت، هم حضور ذهن داشت، هذا تدليس كبير، هم تخصص در علم الرجال داشت، هم حضور ذهن داشت، انه يتبع منهج التدليس، هم تخصص در علم الرجال داشت، هم حضور ذهن داشت، يقبل نصف روايه ويرفض نصفها، هم تخصص در علم الرجال داشت، هم حضور ذهن داشت، من امارات تدليس القزويني او من امارات اتباعه منهج التدليس، هم تخصص در علم الرجال داشت، هم حضور ذهن داشت، انت تدلس للمره الالف، هم تخصص در علم الرجال داشت، هم حضور ذهن داشت، هذا هو الموجود في الكتاب، لا تدلس على الناس ولا تخدع الناس يا سيد قزويني لو سمحت.